تماما هذا الموضوع اللي تناوله. بصح في هذا الوقيته بالضبط واحد هذه راه واحد القضيه اللي ذكيه من طرف لا المخرجه ولا اللي كاتبين السيناريو في هذه الفتره بالضبط، حيت كيف ما عرفتي كاع الناس اللي كينظموا الحفلات تضروا مزيان، هو كاع القطاعات تضروا، ولكن مساكن هما حتى هما اكثر بزاف. بزاف ديال هما الحفلات البهجه والسرور هما كتغمغم عليهم ايوا شنو العتوه فين كتشطحوا دردكم فرحوا، الوغ كو دابا هادوك اللي كيخلق لك ديك الفرحه مسكين. دونك واحد كاين واحد شي حاجه ابسيورد سورياليه شويه، هذاك اللي كيخلق الفرحه في هذه الفتره راه مسكين تعيس. دونك هذا الفيلم جا في هذه الفتره بالضبط، كانت فكره ذكيه باش تخدم على هاد القضيه العراسات، شنو اللي كيوقع في العراسات، وما تخاتش بالكوتي ديال ميع، لا تعالجوا فيها بزاف بصح ديال القضايا اللي كيكونوا بصح في العراسات، ما بين العائلات، ما بين الرجل والمراه، ما بين النساب، ما بين هاد الناس اللي كينظموا كاع الحفلات، وما بين لي كليون ديالهم. دونك هاد الموضوع تصار بواحد الطريقه اللي ذكيه واللي وصلت بزاف ديال راه تارت بزاف ديال المواضيع، ولكن بواحد الطريقه اللي هي ذكيه ذكيه، ما مشاتش ما كانوش دي زيكستريميست زعما راه كنقولوا هادو خايبين وهادو خايبين ولا هذا كيدير هكا، ما يمكنش. دازوا ميساجات اللي هما ساهلين خفاف على القلب والناس ضاحكين وكيبسطوا معاك. طبعا طبعا مدينة بجعد وما أدراك ما مدينة بجعد، شيء لا سيدي بوحيد الشرقي. هذه بصح ماشي ذكيه، ذكيه بزاف حيت باش مشيت تجيب الفكره ديال تعالج واحد الموضوع اللي هو تراديسيونال تقليدي وتراثي، وتهضر على القفطان وعلى التكشطه، ولكن بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وحلوه، ماشي كنمشيو لديك القفطان الموديلز وهذاك لي كرياسيون، ولكن داكشي بلدي وزوين وفي مدينه بجعد. مدينه بجعد راه واحد المدينه تاريخيه، عندها واحد التاريخ اللي واحد رمزيه بزاف. عرفتي شحال الاولياء الصالحين في ديك المدينه تبارك الله، شحال الناس ديالها الناس باقيين بريئين، ما فيهمش التحرميات. الخضره كاينه تما بيو، كتاخذ الخضره بالخيزو كتلقى حلو كطيبو، كنقول لك حيت طيب تما كتلقى الخيزو بالحلاوه الخضره ديالها، ماشي بحالنا دابا حنا كنقول مدينه صداع، لا بالعكس كان واحد لوكال ما كتسمعش كلاكسون، الناس على نيتهم، باقي كلشي بلدي، باقي زعما اش غادي نقول لك، واحد داك الناس كيرحبوا بك، تيبتسموا لك في وجهك وكيرحبوا بك، وما كانش بصح بزاف ديال المشاكل ولا في التصوير ولا في الطريق ولا في الزنقه، كان داك الشيء بصح زوين بزاف. هادشي كله راه كما كنقولوا نعاود، ريح ليكيب، ريح الممثلين، ريح باش يخدموا مزيان ويعطيو اكثر، والفضل كيرجع لمدام زكيه اللي لقات بصح هاد البلاصه هادي وتمشي لهاد المدينه هادي اللي هي زوينه وما كيعرفوهاش الناس بزاف. راه كاينين مغاربه كتقدر تقول له بجحد كيقول لك فين جات. صراحه هاد المسلسل يقدر، انا كنقول يقدر ولكن زعما ما بغيش نكون متاكده باش ديما كدير نسبيه، غادي يقدر يكون هو مناسبه باش مدينه بجعدة تعرف، وبزاف ديال الناس اللي كنقولوا منهم المغاربه اللي مغاربه الا بغاو يسافروا راه يقدروا يمشيو لمدينه بجعد، ويمشيو للطبيعه ديال مدينه بجعد، ويمشيو ياكلوا في صحتهم ديك الشيء مزيان، يمشيو يكتشفوا كيف ما قلتي التقاليد ديالهم والعادات ديالهم واللباس ديالهم. وفي خبرك مدينه بجعد معروفه بالقطران اللي دابا الناس صحاب السرطان، كاين واحد القطران سبيسيال اللي كيبقاو ياخذوا منه شويه شويه، المهم كي سمعت انه كيساعدهم باش يريحهم، واحد القطران اللي ماشي فيه المواد كيماويه نهائيا. وكاينه واحد السيده تما اكتشفناها اللي الاب ديالها عنده 100 عام هو كيدير هذه الحرفه هذه، وبنته الى ديبلومي وعندها لا ليسونس ديالها وشاده المحل ديال باباها. الا شفتي ذاك المحل غتقول بحال عندنا حنا شي محل يجيك بحال تقول انت مسخو، ولكن هو محل القطران بصح صافي ديغ من هنا. انا ما عمري ما كنت عارفه مدينه بجحد راه فيها القطر الاصلي، ما كنهضروش القطر اللي كيدار في الغرارف وهذا. دونك هذه من الحوايج اللي انا اكتشفت دوك البلدي الحقيقي القديم اللي كان اللي باقي دابا
تما كاين في مدينه بجعد، كتقول راه دازوا السنوات ولكن راه ديما الموضه كترجع صافي دي راه هذيك الشيء اللي بان في المسلسل راه يقدر يرجع من بعد. احنا كنوريو لكم راه كاين في مدينه بجعد. كنظن بزاف الناس السياحه اللي كانت السياحه ماشي زعما الخارجيه غادي هاد اللي غايشوفوا هذا المسلسل ولا هاد غادي يساهم باش الناس اللي ماشي مغاربه حتى هما ولا حتى الجاليه اللي ماشي في المغرب غيكتشفوا مدينه بجعد. وكنظن الا شافوا المسلسل ولا شافوا الطبيعه ديال المدينه ولا شافوا الرياضات اللي كاينين في مدينه بجعد غادي يقولوا ما غاديش يقولوا حتى شي حاجه الا وخصهم يمشيو لديك المدينه يكتشفوها ويمشيو يشوفوا دوك الناس اللي هما بصح عاديين في الحياه ديالهم ولكن القلب ديالهم كبير وكيتساع كاع الناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.